مهمة الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى بين السي اس اي والجي اس ام بي، حضرتها أعداد غفيرة من أنصار السنافر ولفتت الأنظار بهذه اللوحات الفنية. السي اس اي أمام فرصة إيقاف زحف أبناء ماغوريا ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية بانتصار ثاني داخل القواعد والشبيبة لتأكيد أحقيتها بالريادة وقوتها خارج الديار. فكان حارسها سي محمد سيدريك تحت المجهر في محاولة منه الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي. أبناء المدرب روجي لومير أرادوها هجومية رغم التفاف زملاء زافور حول حارسهم، فأخذ المخضرم بزاز على عاتقه مهمة فك الشفرة الدفاعية للشبيبة بتحركاته التي كادت تثمر ضربة جزاء بعد لمس الكرة من المدافع العربي. الشباب واصل رحلة البحث عن هدف السبق، فكاد نهار النيل من شباك سيدريك بهذه التسديدة القوية التي لم تمر بعيدة، ليعود بزاز مرة أخرى للتهديد بمخالفة مباشرة كادت تخادع سيدريك. في النصف الثاني من المباراة دخل السياسي بنفس كيفية الشوط الأول مهاجما، عندما تأخر بولمدايس على توزيعة بزاز وفوت على فريقه فرصة هدف السبق. وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع وصول السياسي إلى مبتغاه بالنظر للفرص المتعددة، انفلت بهلول من المراقبة في الدقيقة 58 ووقع أول أهداف فريقه شبيبة بيجان. هدف أعطى المباراة نسقا آخر، فحاول السي اس اي العودة في النتيجة بواسطة مخالفة طفر التي أبعدها سيدريك إلى الركنية، لكنه لم يتمكن من إبعاد كرة بولمدايس الذي وصل عادي المرة على توزيعة جريش وعدل النتيجة. هدف أسعد كثيرا المدرب روجي لومير، سعادة لم تدم سوى ثلاث دقائق عندما أفسدها البديل دراك بهدف ثاني للشبيبة في الدقيقة 73. غير أن بزاز لم يستسلم، فحاول بتسديدة قوية ردها القائم الأيمن للحارس سيدريك الذي أخطأ أمام بولمدايس ومنح السي اس اي فرصة العودة في النتيجة بضربة جزاء نفذها الهداف بولمدايس بنجاح في الدقيقة 88. ولأن المصائب لم تأتي فرادى للحارس سيدريك في هذه المباراة، فبعد تلقيه لهدفين وتسببه في ضربة جزاء خرج بالبطاقة الحمراء لما كان يحاول ربح بعض الثواني من شأنها أن تمكن فريقه من العودة على الأقل بنقطة التعادل والتي بالفعل افترق عليها الفريقان. Même si le fait d'avoir mené deux fois au score nous offrait un boulevard pour aller au bout de nos rêves, c'est-à-dire de faire 4 sur 4 et d'essayer de faire 4 sur 5 sur 5 la semaine prochaine. Bon, ça nous prive de ça parce que quand on a une dynamique positive, on a envie de garder cette dynamique. كنا نظن باللي كنا نستاهلهم لي 3 بوا، كنا نحوسوا عليهم، مي الحمد لله ان بوان هذه مع ايكيب مليحه.